مرة. وصادت جول، كرة غازية للشباك، كرة بعيدة من هناك. أوه. إنهاء بلمسة متقنة رائعة. من الصعب دائما على الحارس أن يتعامل مع مثل هذه الكرات. عبرت الكرة من فجوة صغيرة في الدفاع ولم يتمكن الحارس من فعل شيء سوى إحضار الكرة من داخل الشباك. هل كان في استطاعته الوقوف في طريق الكرة